عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة بني سويف ضمن حزمة من الفعاليات التي تنظمها التنسيقية. تتضمن الندوة عقد سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية مع المواطنين لاستطلاع آرائهم وتصوراتهم حول القضايا المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية، إضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات. وشهدت الندوة تفاعلا كبيرا من قبل كافة الفئات المجتمعية المشاركة بشكل عام والطلاب على وجه الخصوص، والذين بادروا بالاشتراك في النقاش وطرح العديد من الموضوعات والقضايا. الهدف من هذه اللقاءات هو تجميع الآراء أكثر من أن يتم الرد عليها. إحنا النهاردة الهدف أن إحنا نجمع هذه الآراء والأفكار ويتم وصولها إلى أمانة الحوار الوطني عشان يتم طرحها ويؤخذ منها ما هو قابل للتطبيق بالفعل وتضمينه في الحوار الوطني لوضعه تحت طاولة أو على طاولة النقاش. النهاردة محافظة بني سويف بتستقبل تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين ضمن سلسلة من الحوارات والجلسات النقاشية وورش العمل اللي بتقوم بها التنسيقية، واللي تقدر النهاردة أو نقدر نحسبها حوالي 300 ورشة ما بين جلسة وورشة عمل وصالون سياسي وفعاليات على مستوى كل الأصعدة، سواء على مستوى الجلسات الحوارية المباشرة مع المواطنين على مستوى القرى أو على مستوى المدن. والنهاردة داخل جامعة بني سويف، وبنتشرف وجودنا النهاردة داخل محافظة بني سويف. بنتكلم النهاردة حوالين كل الموضوعات، بنسمع أولا للطلاب وطلاب الجامعة وأمالهم وطموحاتهم وأفكارهم ومقترحاتهم اللي يحبوا يقدموها للحوار الوطني، تمكين الشباب ومشاركتهم وتمكين كل فئات الشعب المصري بدون استقصاء او التمييز او استثناء. ده يدل على ان الدوله يعني متطلباتها ان كل فئات الشعب المصري تبقى مشاركه في الحوار عشان يبقى في تمثيل وفي اقتراحات شامله لكل الفئات وتتصعد وتتعرض في بدايه الحوار الوطني في يناير القادم ان شاء الله تعالى. الطلاب المصريين عندهم قدر من الثقافه والمعرفه والمشاركة الإيجابية في أي حوار سياسي بتدعو إليه الدولة المصرية، ونحن جئنا إلى عندهم إلى حتى نستمع إلى آرائهم، لأننا نعتقد أن الحوار الوطني هو حوار شعبي، هو حوار ليس فقط بين النخب، بل بالعكس كل شركاء الوطن لابد أن نستمع لهم، الشباب والطلاب والمرأة والنقابيين والسياسيين والمعارضين ومن كل الأطياف السياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار. سعيد بالتطوير اللي حصل في بني سويف، سعيد بالتطوير اللي حصل في جامعة بني سويف، وأتمنى دايما أن بني سويف في تطور وتقدم. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقالها فترة بتفعل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمغزى الرئيسي من الحوار الوطني أنه هو حوار لكل المصريين، جايين عشان نتأكد هل الشباب والطلبة عارفين يعني إيه حوار وطني ولا لأ، فاهمين إحنا بنعمل إيه ولا لأ. مهم قوي ان هم يتفاعلوا معانا ويشاركوا معانا، مهم ان احنا نسمع لاتحادات الطلاب، مهم ان احنا نسمع رؤيتهم. المستقبل مهم جدا ان هم يرسموه بالافكار والرؤى بتاعتهم.